Mosaïque FM Podcast Sport Express. مرحبا بكم باش نمشيو لباماكو اخر اخبار النادي الافريقي مع حيدر. لكن قبل هذا نعطيكم بروجرام الماتشوات اليوم في تونس. الدفعه الاولى من الجوله 24 للرابطه المحترفه الاولى مع الاربعه قمه اسفل الترتيب في ملعب جابس بين مستقبل جابس نمرو 14 في الترتيب ب 21 نقطه مع النجم الخليدي اليوم يلعب اللي يكون هو في المرتبه الاخيره ب 19 نقطه. الحكم هو انيس بن حسن مع السته متاع العشيه. المقابله الثانيه في ملعب رادس الترجي متصدر الترتيب ب 52 نقطة يلعب ضد أمل حامم سوسة نمرو 13 في الترتيب ب 22 نقطة. المقابلة هذه الزفارة الحكم ماهر الحربي. نمشي دونك كما قلنا الباماكو أخبار الكلوب مباشرة من عند مبعوث موزايك المالي حيدر الشيرني. حيدر مرحبا بك. مرحبا بك اسكندر. تحية لكل مستمعي موزايك. النادي الافريقي من البارح في مالي في العاصمة باماكو وكان متأخر شوية تقريبا في الساعة 11 بالتوقيت المحلي هولي في باماكو. من وقتها الوفد تحول للنزل الأمور ممتازة برشا. لا فما حتى انسيدون يعني كان فما برشا سوسي تخوفات فيما يخص الوضع الأمني. تنجم نحكيو على الديتاي زي لكن الأمور الكل ممتازة. الجو طيب اليوم. النادي الافريقي يبدأ التحضيرات نتاعو بسيونس تكون الخامسة بالتوقيت محلي 6 بتوقيت تونس في الملعب الرئيسي اللي باش يحتضن المقابله لحد استاد موديبو كايتا. كان المفروض انه اليوم النادي الافريقي يعمل حصه تدريبيه في ملعب الفرعي وغدوه يعني قبل بالنهار من الماتش كما يعني توصل عليه لوائح الكاف يحضر السيونس نتاعو الاخر قبل الماتش في السنترال. لكن بما ان الملعب المالي يلعب غدوه في الملعب الرئيسي الملعب المالي الثاني الفرق هوني في مالي من ناحيه الشعبيه ومن ناحيه التاريخ يلعب غدوه ماتش امبورتون. زاد على ذلك تم تغيير البروجرام وبالتالي النادي الافريقي يدرب اليوم في السنترال ملعب استاد موديبو كايتا وغدوه اخر حصه تكون في ملعب ويزين كوليبالي بدايه من 4:30 توقيت مالي 5:30 في تونس. كما قلت لك اسكندر رومركابل برشا الديسيبلين دي موجوده الحقيقه مانيش قاعدين نقارنوا لكن بارابور للمرات الاخرى بارابور الوضعيه معروفه الناس الكل فما ديسيبلين رومركابل برشا فما كونسنتراسيون بالنسبه للاعبيه وفما برشا هدوء خاصه قبل الماتش هذا. التاكيد يجي من عند المدرب باتريك ليفيك. لو بلوس امبورتون سي دابريسيي لو ليون لومي. On est dans une certaine sérénité, on est dans de bonnes conditions de récupération et de concentration. Donc je crois que le premier mot, c'est de trouver de la tranquillité, de la sérénité, ce qui a manqué ces dernières semaines au club africain. Donc profitons, qu'on soit à l'extérieur, qu'on soit ensemble, qu'on vive ensemble dans tous les moments de regroupement, dans les réunions techniques, dans les réunions au niveau des repas, pour se préparer. Ce soir, les entraînements sont inversés puisqu'on va reconnaître le stade où on jouera puisque demain, il y aura un match dessus. Donc, ce soir, c'est une séance qui est importante. C'est pas les 4h30 ou les 6h passées cette nuit qui doivent influer sur la séance d'entraînement. Ils auront eu le temps de récupérer et surtout d'être. Les mots, c'est tranquillité, sérénité et puis concentration. C'est ce que l'on a à faire. Et surtout de retrouver une notion d'être ensemble, de collectif. Profitons de ce temps pour se retrouver ensemble. كان هذا باتريك لوفيغ مدرب النادي الافريقي حكى على تحضيرات فريقه في مالي اللي في الحقيقه مش باش تكون كبيره برشا غادي بما انه قال الاهم تخدم في تونس. الملاعبيه ما عليهم كان يطبقوا اللي خدموه غادي يعني في تونس. لوفيغ اكد سورتو على اللحمه التركيز والجو الباهي في الجروب في ماتشوات كيما هذه. ومن هنا حيدر نحكيو معاك على النقطه هذه بالذات وانت بالطبيعه اقرب منا للملاعبيه. شنو هي الاجواء شنو هي الكواليس عندكم غادي خاصه الظروف الامنيه ونعرفوا اللي ظهر الجو حافل في مالي بالانقلابات. بالنسبه لاسكندر هو بالنسبه للاعبيه الافريقي والوفد اللي هو الحقيقه وفد ليميتي من ناحيه الاعداد. تعرف 18 لاعبي ومسؤول واحد نحكي على مستوى الاداره هو مجدي الخليفي اللي يقود الوفد في انتظار يخلط اليوم العشيه ولا غدوه رئيس فرع كره القدم مهدي ميلاد. الوفد صغير على الاخر ليميتي من ناحيه العدد. الجو ممتاز برشا ولو انه يعني المواكبه الاعلاميه مش برشا تقريبا فما دو راديو كهو ترو راديو مش اكثر لكن الجو البلوز امبورتون هو اسكندر. كل تعرف انه مالي حاليا الوضع الامني متوتر جدا لكن الحمد لله نقولوا في باماكو الامور مسيطرين عليها وما فماش مشكل. نعرفوا الحركه الاسلاميه قاعده حاليا قاعده تعمل في تمرد في مالي تسيطر تقريبا على 3/4
مالي، لكن باماكو مش تحت سيطرتها يعني. الامور سافا، الحركه هادئه جدا، الحمد لله باماكو هادئه جدا، فماش مشاكل. لكن رغم هذا، لكن المهم انه الناس هون يقولوا لنا ردوا بالكم، انتم ما تنجموش تقلب السيتياسيون، فما ناس تنجم تقلب نتراحون في مالي على ذاك. يعني الحذر مطلوب، لكن ناكد ديما انه حتى لتوا لاباس، فما حد شيء، كل شيء كان في انتظار ان شاء الله البدايه الرسميه للتحضيرات، وفي انتظار ماتش نذكر نهار الاحد 4:30 بتوقيت مالي، 5:30 بتوقيت تونس. الكلوب جولي با في خامس ماتش يجمعهم المريالي بكل ذكاء في الدور التمهيدي الاخر قبل المجموعات، وان شاء الله ديما نقولوا زينه للنادي الافريقي. ان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي. شكرا ليك دونك حيدر الشيرني مباشره من مالي، بالطبيعه نرجع معك في قادم النشرات ونتابعوا معك لحظه بلحظه رحله الكلوب الباماكو. نحكيو على ترجي ستار، البوتيك اوفيسيال متاع الترجي اللي حلت اليوم ابوابها رسميا لجماهير الفريق. اورو 2012 والحكم البرتغالي بيدرو بروينسا هو اللي باش يزفر الفينال الكبيره نهار الاحد بين اسبانيا وايطاليا. نذكروا ماتش يتلعب في كييف الاوكرانيه بدايه من الثمانيه. غير بوع بروينسا هو حكم عمره 41 عام، يعتبر من ابرز الحكام في اوروبا في الفتره هذه. هو الحكم بيدو اللي زفر فينال الشامبيونز ليج الاوروبيه الاخيره في ماي بين تشيلسي الانجليزي وبايرن ميونخ الالماني. موزايكا فام بودكاست.